انيو يا حلوين، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. فيديو النهارده هو تقرير عن مسلسل لعبة الشغف. المسلسل متصنف رومانسي درامي وعدد حلقاته 14 حلقة وهو تايلاندي. ولو عايزين تعرفوا قصة المسلسل كملوا الفيديو معانا للآخر، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا اشعار لما انزل اي فيديو جديد، واعملوا لايك للفيديو لو فكرة الفيديو عجبتكم. وطبعا مستنيه تعليقاتكم الجميلة. ولو عايزين تتفرجوا على تقارير اكتر من المسلسلات الكوري، ما تنسوش تتابعوا قناتنا وورد اوف كوريا، احط لكم الرابط بتاعها في صندوق الوصف وفي اول تعليق. ولو عايزين تشوفوا تقارير عن الانمي، احط لكم قناة الانمي برضو في صندوق الوصف وفي اول تعليق. وبس كده، قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تصلوا بينا على النبي، ويلا نبدأ قصة الدراما مع بعض. المسلسل بتاعنا بيبدأ بالبطل، هو شاب وسيم بيقرب بقرابة بعيدة لأم البطلة بتاعتنا. هيجي علشان يعيش معاهم بعد مشاكل هتحصل في عيلته، وهيشغل منصب رفيع جدا في شركة عيلة البطلة بتاعتنا. أما البطلة فهي بنت جميلة بس عنيدة، بتعاني من أزمات نفسية وعصبية بعد مشاكل هتحصل في عيلتها وهتأدي لطلاق أهلها، وهيتجوز أبوها من بنت صغيرة بتقاربها في نفس العمر. أما أمها فهتكون بتغازل شبان في نفس عمرها. فالبطلة بتاعتنا هتكون كمان بتكره البطل بطريقة بشعة، لكن رغم دوت هتضطر ان هي في يوم من الايام بعد احداث كتير هتحصل ان هي تتجوزه. في الوقت اللي البطلة بتاعتنا هتكون متضايقة جدا من الجوازة دي، في الجانب التاني البطل بتاعنا هيكون فرحان جدا لانه بيحبها. فيا ترى في الاخر الاتنين هيقعوا في حب بعض ولا لا؟ ده اللي هتعرفوه لما تتفرجوا على الدراما. دراما تايلاندية حلوة جدا وانصحكم بمتابعتها. ولو عايزين تعرفوا اكتر عنها في التعليقات اكتبولي وانا هرد على تعليقاتكم. وبس كده يكون فيديو النهاردة خلص. قبل ما اسيبكم مع لقطات من الدراما، ما تنسوش تصلوا بينا على النبي وتذكروا الله، وهسيب لكم روابط الفيديوهات القديمة، وهسيب لكم روابط القنوات التانية في صندوق الوصف. وبس كده، اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.